كلمتين شو بدك تحكي؟ ها ضو ضو على الواقع شيخ، شو بتطمن اهلنا بالمخيم؟ ضو ان شاء الله بنطمنهم باذن الله سبحانه وتعالى، ما في خوف لا اسا ولا الى الامام باذن الله تبارك وتعالى. مستعدين نفدي مخيمنا واهلنا وشعبنا بدمائنا وبرموش عيوننا باذن الله سبحانه وتعالى. صحه تعرضنا الان لخطر ولاطلاق النار، ولكن الحمد لله رب العالمين افدينا مخيمنا واهلنا وكذلك الجوار بخروجنا للمكان اللي احنا فيه الان، المكان نقطه عسكريه حساسه جدا، طلعنا والحمد لله رب العالمين ربنا يعني اكف الشر عن مخيمنا وعن اهلنا، والكل استجاب لكلامنا وكان كلامنا مسموع عند لا اذان صاغيه عند الجميع ولله الحمد، الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله انه هذه ما بتنعاد باذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك.